ولليوم الثالث على التوالي يستمر الإقبال المميز والإعلان عن توقيع اتفاقيات في المعرض الأكبر على مستوى الشرق الأوسط، والذي يضم 187 شركة. كموضع إشادة وتقدير على المستويين الإقليمي والدولي، وبشهادة جميع المشاركين والزوار وتصدره للمعارض الدولية المرموقة والمتخصصة في مجال الطيران، شهد اليوم الأول لمعرض البحرين الدولي للطيران توقيع عدد من الاتفاقيات. شركة أرامكو السعودية أعلنت عن شراء 26 طائرة هليكوبتر بقيمة 700 مليون دولار أمريكي، بالإضافة إلى توقيع وزارة المواصلات والاتصالات 4 اتفاقيات خدمات جوية بين مملكة البحرين وكل من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وبروناي والبرازيل. أما على صعيد قطاع الفضاء، تم توقيع إعلان مبادئ لتدريب فريق البحرين للفضاء والعمل على إطلاق قمر صناعي مشترك بين الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء وكل من وكالة الإمارات للفضاء وجامعة خليفة. اليوم الثاني من معرض البحرين الدولي للطيران شهد عقد عدة صفقات تجارية هامة من قبل الشركات المشاركة في المعرض في مجال اقتناء الطائرات وتنمية البنية التحتية للمطارات وأنظمتها. فقد أعلن سلاح الجو الملكي البحريني عن توقيع صفقة شراء 12 طائرة عمودية هجومية جديدة من طراز AH-1Z Fiber بقيمة 912 مليون دولار أمريكي بالتعاون مع شركة بيل الأمريكية. ويعتبر هذا النوع من الطائرات الأحدث والأكثر تطورا على مستوى العالم، وتشكل إضافة كبيرة ومهمة لسلاح الجو الملكي البحريني لما تملكه من إمكانيات حديثة ومتطورة وقدرات قتالية عالية. يوجد طائرات مشابهة لهذه الطائرات موجودة في سلاح الجو الملكي البحريني، لكن هذه الطائرة متقدمة كثير على كل طائرات العالم من الطائرات العمودية المقاتلة. سوف نحصل على هذه الطائرات بإذن الله تعالى، لأول عدد من هذه الطائرات إن شاء الله بإذن الله تعالى في نهاية 2022. طبعا احنا ننظر إلى كذلك إلى منظمات حديثة موجودة، الشركات الموجودة العالمية تعرض أحدث ما تنتج في هذا المعرض. على الأساس احنا قبل معرضين أو ثلاثة اطلعنا على هذه الطائرة، واليوم احنا نوقع عليها، وأكيد في معدات تجهيزات ثانية أخرى موجودة في المعرض بإذن الله تعالى نطلع عليها يعني للمستقبل إن شاء الله. وتم توقيع عقد بقيمة 10.6 مليون دينار بحريني ما بين شؤون الطيران المدني التابعة لوزارة المواصلات والاتصالات وشركة DFS الألمانية، وهي إحدى الشركات العالمية الرائدة في تقديم خدمات المراقبة الجوية، بالإضافة إلى إبرام اتفاقية ما بين وزارة المواصلات والاتصالات ووزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني مع شركة الجميل للإنشاءات لإنشاء مبنى لمركز المراقبة الجوية بقيمة 2.4 مليون دينار بحريني. تم اليوم بعون الله توقيع اتفاقية إنشاء برج الملاحة الجوية. هذا المشروع تم ترسيته من قبل مجلس المناقصات والمزايدات مع المقاول الجميل للمقاولات، وهذا ثمرة تعاون وتنسيق بين وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني مع وزارة المواصلات وقسم الطيران الجوي. تم التوقيع على إنشاء مبنى جديد للملاحة الجوية والمراقبة الجوية، مبنى جدا مهم لأن من خلال تتم عمليات المراقبة والملاحة الجوية في إقليم البحرين للطيران. تقريبا قيمة تم تصميم المبنى من خلال شركة فرنسية، شركة ADBI، والإنشاء إن شاء الله بيكون من طريق مقاول بحريني شركة الجميل. قيمة العقد تقريبا 2.5 مليون دينار، وينتهي إن شاء الله في خلال 18 شهر. فإحنا جدا سعيدين ونتمنى إن شاء الله أن هذا يضيف إلى البنية التحتية لقطاع الطيران المدني. وضمن مشروع تطوير مطار البحرين الدولي، تم الإعلان عن زيادة أسهم مجموعة طيران الخليج القابضة في شركة خدمات مطار البحرين باس بنسبة 44%. أما شركة مطار البحرين فقد وقعت مع الشركة الهندسية الفرنسية إيجس اتفاقية تقوم بموجبها الشركة بتوفير خدمات تصميم منطقة الشحن السريع الجديدة، بالإضافة إلى الإشراف على المشروع، فيما أعلنت كل من شركة طيران الخليج وشركة SMBC لأصول الطيران عن اتفاقيتهما المشتركة لشراء وإعادة تأجير 6 طائرات من طراز إيرباص A320 نيو.
تتسع المشاركة في معرض البحرين الدولي عاما بعد عام، فيجمع الدول الشقيقة والصديقة من مختلف مناطق العالم، الأمر الذي يؤكد مقدرة البحرين على جذب شركات الطيران للمشاركة، ويدل على أن المملكة تحظى بمكانة خاصة لجميع الدول والشركات المشاركة.